بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا زدنا تمتعا بحضرتك وزدنا توسلا حتى تفتح لنا أبواب الحضرة بين يديك يا معين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. إذا كان حقت عليك اللعنة وكنت من غير المهتدين، أي من الضالين، بالله حتى حد ما يجي من غير جيش الأكوان كلها تدعو لك فلا يقبل منك شيء، لأنه فما سر فيك، اللي أنت خبيث، أنت ليس لك روح طاهرة ولا عقل منير ولا عاطفة جيشة في اتجاه الخير. ما لم نملك شوية رطي، أنا شوية بيرفير، وهذه كل مانيبيلاتور بيرفير نارسيسيك. شكون يتلعبوا بالناس وهم اللي دائما بالمرصاد، دائما ضابطينهم، ما يعرفوا اسرارهم، يقول له شكلاه، يقول له شحلم، يقول له وقت الشك في هؤلاء اللي مانيبيلاتور بيرفير نارسيسيك. هو في الحقيقه الناس هذوما ماهمش وحدهم، فما شياطين نفس الجن يخدموا معهم، وعلى النار والجن يرون ولا نراهم. إذا كان قالوا حلمت كذا، هو معه أثناء الحلم، سواء كان حلم طيب ولا حلم خبيث، يعني كوشمار. يقول أوه شو حلمت أخي، ويخدم واحد وقت هو من أدفع الناس وأجل الناس. لكن ما خفي عن هؤلاء المضللين هو لي كونوا في المجان، من يخبر من أخذ مركز القائد والحنون، وليس بحنون، الحنون ليس بالناس عقول أكثر ما هو مسلوب العقول، ولا ليس بأموالهم يمشي بيعرزك، ولا ولا أي حديث تحدث لك فيه سنوات فيما مضى، وكان اهتمام بهذا الموضوع من طرف الغرب أكثر من طرف الكرب، لأنه يعني الكرب في الكرب، ويحبوا دائما يكونوا في كرب وزيادة كرب، فلما أسفونا انتقم منهم. وقلنا من الصور اللي دائما كررها حال الكرب، من اللي خانوا رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وبدأوا بهم بنو أمية ملعونين إلا من رحم ربنا، كانوا يسخطون الله بالليل والنهار، يسمعون بغضبه ويمسون في إهانته لهم. لحد الآن الكرب زادوا في الطنبور نغمة، ولو يخدموا جهة كانوا في السر يخدموا الله الصاين، ضد من؟ ضد الدين، ولا العرب الحرام اللي مسلمين حق الإسلام، أو نصرانيين حق النصرانية، أو يهود حق اليهودية. هما خدموا من تحت يعني جبناء، وبعد جاتهم أيام قالت لهم لا شبيكم أنتم جبناء، أعلنوا عليها الكوليس ما عادش تخدم، تو زيارة على مسمى ومرأة من الناس جميعا باش تقيدوا بيه من الإسلام، خاطر ما ماشي الإسلام. هو فاتهم الفوت اللي يعملوا فيه، هو مضر لهم، توا إسرائيل مرتاحة، الصهاينة يخدموا، الكلب نتنياهو قالك ما ريناش أيام في هذه الأيام. لكن ما تنساش انزلق بنو السعود، انزلق الإمارات، انزلقت من حكام مصر الملعونين، انزلقوا لأنه وقت رب يحب يقتل فرد أعداؤه يفتحهم الأبواب كلها، وبعد يضربهم ضربة رابية سخطة تزل كل وترتحل منه. وهذا تحدث به كثيرا، وربما ربي يسهل لنا باش نزيدوا ندقوا في ذلك ونفصلوا حتى يستيقن الشاكون. نسأل الله السلامة للناس الذين أرادوا لإنسانيتهم خير لهم ولغيرهم، والمشؤومون ليسوا لا منا ولسنا منهم، والسلام.